أهلا، فيديو اليوم راح أشارككم على الوصفة اللذيذة تكساس فرايز بطريقة جدا سهلة وجدا سريعة، ضروري تجربونها. مقلاة عميقة راح نحط بالبداية زيت، بصل مقطع صغار وثوم مفروم ونقلبهم لما يذبلون عندنا. بعدها راح نضيف اللحم المفروم ونقلبه، قبل لا يستوي راح نضيف عليه الملح، فلفل أسود، كمون، قرفة، وآخر شي راح نضيف البهارات الإيطالية. نقلب اللحم زين، ولما يستوي عندنا اللحم راح نضيف عليه صلصة جاهزة، أنا هنا استخدم صلصة البيتزا. بعدها راح نضيف البهارات، البهارات هذه اختيارية إذا متوفرة عندكم أو ممكن تستغنون عنها، اللي هي البقدونس، نعناع جاف، وآخر شيء كليل الجبل، ونقلبهم زين. ونخليها على نار هادية لما تتسبك معانا. آخر شيء راح نضيف عليها الجبن، ونقلبها ثواني بس لما يذوب عندنا الجبن. بصحن التقديم راح نحط أول شيء البطاطس، استخدموا أي نوع بطاطس متوفرة عندكم. بعدها راح نضيف اللحم المفروم، شرايح هالبينو أو ممكن تستغنون عنها، جبن موزاريلا، جبن تشيدر، وعلى الفرن لما تذوب الجبنة عندنا. عند التقديم راح نزينها بالكريمة الحامضة أو باللبنة إذا ما كانت متوفرة عندكم، وراح نزينها بالرانش وبالبصل الأخضر. وخلصنا الوصفة، مرة سهلة ومرة سريعة، ضروري ضروري تجربونها. وبالعافية عليكم يا رب. إن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا وصفتنا اللذيذة اليوم. لا تنسون اللايك، اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وتابعوني بحسابي بسناب شات وحسابي بإنستغرام، وأشوفكم بوصفات جاية إن شاء الله.